في صباح يوم الاثنين وصل ارتفاع الثلج في الأنحاء إلى 12 إنش، ثم ارتفعت الحرارة، وحتى صباح يوم الثلاثاء انصهر إنشان، هذا يعني أنه تبقى 10 إنش، وفي صباح الأربعاء انصهر إنشان آخران، واستمر على هذا المنوال خلال أسبوع إلى أن لم يتبقى ثلج. كان في الأصل لدينا 12 إنشا من الثلج يوم الاثنين، وفي كل يوم بعد ذلك كان ينصهر إنشان. إذا بعد يوم الثلاثاء كان لدينا 10 إنش، وبعد يوم الأربعاء كان لدينا 8 إنش، واستمر هذا المنوال. هذه المعطيات كلها تكون معادلة ورسم بياني حتى يوضح العلاقة بين اليوم وكمية الثلج الموجودة على الأرض. إذا دعونا نعرف المتغير الذي يوضح الأمر بعد يوم الاثنين. لذا دعونا نفترض أن X يشير إلى الأيام بعد يوم الاثنين. إذن X يشير إلى الأيام بعد يوم الاثنين. حسناً، ثم إن Y تعبر عن ارتفاع الثلج بوحدة الإنش. إذن ارتفاع الثلج بوحدة الإنش. دعونا نفكر بهذه الطريقة. عندما X تساوي 0، أي عندما كنا 0 أيام بعد يوم الاثنين، لدينا 12 إنشا من الثلج على الأرض، وكل يوم بعد ذلك سينصهر إنشان. فإذا كنا في يوم الثلاثاء سيكون لدينا إنشان، هذا يعني أن X تساوي 1، لأن الثلاثاء عبارة عن يوم واحد بعد الاثنين. إذا كان X يساوي 2، هذا يعني 2 ضرب 2، أي سنخسر 4 إنش، وهذا ما يحدث يوم الأربعاء. إذن هذه المعادلة للعلاقة بين اليوم وكمية الثلج. X عبارة عن اليوم، فكم يوم بعد الاثنين. Y عبارة عن ارتفاع الثلج المتبقي مقاس بوحدة الإنش، نبدأ باثني عشر، ومن ثم كل يوم نخسر إنشان. والآن دعونا نقوم بتمثيله. سأجعل المحور العمودي، أي محور Y، يعبر عن ارتفاع الثلج المقاس بوحدة الإنش، ثم المحور الأفقي، هذا هو محور X. أنزل للأسفل قليلا، يعبر عن الأيام بعد يوم الاثنين، الأيام بعد يوم الاثنين. ولدينا 0 أيام بعد يوم الاثنين، لدينا 1 2 3 4 5 6، ومن ثم يوم الاثنين وهو 0 يوم بعد الاثنين. هنا يوم الاثنين لدينا 12 إنشا من الثلج، إذن سأقوم بذلك في الأعلى. هنا لدينا 12 إنش هنا، وفي الواقع يمكنني عمل جدول. دعوني أرسم هذا. إذن X وY، هذا للأيام بعد يوم الاثنين. لدينا 0 1 2 3 4 5 6، ثم في اليوم الأول لدينا 12 إنش في يوم الاثنين، من ثم نخسر إنشان في كل يوم. في اليوم الأول لدينا 10، اليوم الثاني 8 6 4 2 0. إذن دعونا نقوم بتعيين هذه النقاط. لقد قمنا بالفعل بتعيين 0 و12 باستخدام اللون الأزرق. الآن دعونا نقوم بتعيين 1 مع 10، تقع هنا 1 مع 10، ثم يمكننا تعيين 2 مع 8، أي يومان بعد يوم الاثنين، 8 إنش من الثلج المتبقي، هذا في يوم الأربعاء. ثم في 3 أيام بعد يوم الاثنين سيكون لدينا
6 إنش من الثلج يمكنك أن ترى هذا الخط المتكون هنا. ثم إذا انتقلنا إلى 4 أيام بعد يوم الاثنين سيكون لدينا 4 إنش من الثلج المتبقي، ثم 5 أيام بعد يوم الاثنين لدينا 1 إنش. إذن أخيرا في اليوم 6 بعد 6 أيام من يوم الاثنين، إذن أين نحن الآن؟ في يوم الأحد سيتبقى لدينا 0 إنش من الثلج المتبقي. يمكنك أن ترى أنه تكون لدينا خط لأن هذه علاقة خطية، ويبدو منحنيا قليلا لأنني لا أرسمه بإتقان. إذن قمنا بتكوين المعادلة، بدأنا ب 12 إنش وكل يوم بعد ذلك سنخسر إنشان، وقمت بعمل رسم بياني يوضح العلاقة.